كون ان انا امسكه هي فرصة جميلة ومش هتتكرر تاني، لان انا اشرح عن الكائن اللي قدامكم ده وهو البيضك الشامي. اولا الطائر اللي معانا دوت متوسط الحجم، طول جناحه من 65 ل 75 سنتيمتر. زي اغلب الطيور الجارحة طبعا الانثى بتكون اكبر في الحجم، واللي معانا انثى. مش بس عشان الحجم، عرفنا كمان من مش عايز اقول لكم برضو ان هي شرحتني، حاولت اوقفها على ايدي الاول مرضتش خالص لانها هي لسه طرح امبارح. المهم بطنها بتكون بيضة كده منقطة، والذكر في الباشق بكافة انواعه سواء شامي او قراصي بيكون بطنه محمرة اكتر، والانثى في الباشق الشامي بتكون ظهرها بني، اما الذكر بيكون ظهره رمادي زي الباشق القراصي. الباشق بكافة انواعه من الطيور المعروفة بقوة بنيانها وان هي قوية وجريئة جدا، تقدر تناور في الغابات باجنحتها الطويلة دي، بتقعد تجري ورا الفريسة بطريقة منحنية، وممكن تهجم على أي حاجة مش بتخاف، ممكن تهجم على الغراب، ممكن تهجم على الحمام، مش بتخاف من أي حاجة وجريئة جدا. وعلى الرغم إن أنتوا لو شفتوا رجليها هتلاقوا إن هي رفيعة طويلة، ولكن في الحقيقة هي قوية جدا جدا، يعني مقارنة بالشرياس، الشرياس رجله أضخم من الرجل دي، بس كقوة الرجل الطويلة دي أقوى بكتير. أنا مقدرتش أستحملها ولا أوقف الباشق أو الطائر دوت على إيدي، زي ما قلتلكم هو مشرح إيدي أصلا. هو مختلف عن البشق القراصي مش بس في اللون وان هو مثلا اكثر ندرة، ولكن ديله بيكون اقصر واجنحته مدببة اكتر، وده بيديه منظر اقرب للصقر. البشق على عكس اغلب الصقور هو بيعيش في الغابات والاماكن الشجرية بدل الاماكن المفتوحة. يعني انا مرة شفت بشق قراصي طبعا لان دوت نادر كان بيجري ورا خضيري في ارض شبه اللي انا فيها دي. كان العصفور الخضيري هو كمان بيعيش في الاشجار والمناطق الشجرية والجناين واي منطقة فيها اشجار، كان الخضيري عمال يجري يمين في شمال يمين في شمال، والباشق عمال بينور وراه لان هو متكيف تماما على الصيد في المناطق دي. فانت لو صقار وعايز تصطاد في منطقه فيها غابات احسن طيور ليك هي الباز والباشق. وكمان متميز عن الباشق القراصي بان هو عينه على طول بتكون بني كده، الباشق القراصي عينه صفراء اكنها بتنور، وبرده متميز هو بالكير الاصفر ده ولون بني. الباشق القراصي بدل ما هو منقط كده الباشق القراصي مخطط مش منقط، وبدل ما يكون بني في ابيض البشق القراصي رمادي في ابيض. اما البنيه فهي نفس البنيه زي ما شايفينها، الديل هنا اقصر من البشق القراصي والاجنحه هنا مدببه اكتر، ولكن البنيه بشكل عام هي هي، ان هما الاثنين من جنس واحد واللي هو البشق. الطائر ده في البريه الانثى هي اللي بتني عشها بنفسها، في الغالب بيكون مبطن من اوراق الشجر وبتبيض من 3 ل 5 بيضات. هي بتحضن البيض لمده من 30 ل 35 يوم، والفروخ بتفضل تحتها من مدة 40 ل 45 يوم، وبيسيبوا العش خالص بعدها بأسبوعين اللي هو بعد ال 40 يوم دول. الباشق بشكل عام بيفضل العصافير، وكمان بياكل الطيور الصغيرة والقوارض والحشرات والزواحف زي السحالي. هو بقى على عكس الشرياس اللي لما يجي يصطاد فريسته بيفضل حايم كده في السماء، أول ما يلاقي فريسة يروح محلق فوقها كده ويفضل ثابت في السماء، في الآخر يغطس عليها مرة واحدة. الباشق هو في أغلب الأحيان أيوه بيحوم، ولكن بيعتمد على عنصر المفاجأة لما يجي يصطاد فريسته، يعني بيستنى لما فريسته تبقى سهتانة أو سرحانة في أي حاجة، وفي الآخر على غفلة يروح طاير فجأة من مكانه مصطاد الفريسة بتاعته، ولو فلتت منه فهو ملك المنارة في الغابات. هو بيعمل الصوت ده عشان يتضايق مني. البشق الشامي يا جماعة هو نادر جدا لما تشوفه في البرية أساسا، وعلى عكس البشق القراصي، البشق القراصي موجود بكثرة. اما الباشق الشامي او البيضك الشامي ده انا اول مره امسكه في حياتي، انا بقالي 21 سنه بربي انواع طيور واجيب انواع مختلفه من الطيور الجارحه، ولكن ده فعلا من انظرهم، وفرصه جميله جدا ان انا امسك الطائر ده واشرح عنه وانزل فيديو عنه على اليوتيوب. بخصوص التربيه والتدريب فهو الباشق عامه مش هيختلف عن الباشق القراصي، هما الاثنين واحد، وهما الاثنين صعب جدا انك تدربهم بالذات لو انت جايب فيميل كبيره زي دي، ولكن هما بعد التدريب بيكونوا اجمل حاجه انت مقتنيها، لان هما جريئين جدا وسريعين جدا واقوياء جدا، بس للاسف انك توصله لده صعب جدا لان هو مناعته ضعيفه في الاس، محتاج ميزان معين زي الشرياس وطير حساس جدا، صعب من الاخر انك تكسر نفسه عشان تروضه زي ما بتعمل مع الصقور التانيه. الطير ده الصقور كلها نفسها عزيزه عليها قوي، بس الطير ده بزياده معاها حبتين شويه 3 4 5 6. الباز والبشق عامه هما الاثنين نفس الطبع ده، عشان كده هو في الغالب اصلا بيموت في الاسف، ومن الافضل انك تطلق سراحه وتشوف صقر تاني الا لو جايبه فرخ، وهو للاسف مش بينتج هنا ولا بيفرخ هنا، هو بيفرخ في اوروبا بس بيعدي هنا بس مهاجر. هو بيتكاثر
في منطقة الغابات الممتدة من اليونان ودول البلقان وكمان جنوب روسيا، أما بيقضي الشتاء في مصر وفي جنوب غرب إيران. ودي كانت كل حاجة أقدر أقدمها عن الباشق أو البيدق الشامي. أتمنى أشوفكم في فيديو جديد مع حيوان جديد. إحنا بالمناسبة يا جماعة في موسم الطيور المهاجرة هتلاحظوا إن أنا بنزل أنواع كتير جدا من الطيور الجارحة والطيور المهاجرة في شكل عام، لأن إحنا زي ما قلت في موسم الطيور المهاجرة.